سيد الوزير وبشكره جدا على انه اتاح لنا الفرصه على ان احنا نشترك في العمل العظيم ده. زي ما تفضلت وقالت الصبح انه معانا المجتمع المدني، القطاع الخاص، المستشارين، المهندسين، السادة المحافظين، هيئات النظافة، وأهم ناس في المنظومة دي كلها جامع الكمامة. جربنا شركات أجنبية وفشلنا. إيه الجديد؟ النهاردة بنعترف بالفشل، بنقول ما ينفعوش معانا شركات أجنبية، يلا نرجع للمصريين الأصليين. جربنا جامع من الشارع من الصندوق وفشلنا، بنعترف وبنقول يلا بينا نرجع للجامع السكني. طب مين اللي هيطلع وينزل سلالم؟ ويدفع له رسوم من فين؟ ما لقيناش غير جامع القمامة التقليدي في المدن اللي فيها جامع القمامة التقليدي. المدن اللي ما فيهاش دلوقتي، احنا في وزارتنا مسؤولين عن منظومة المخلفات الصلبة البلدية في مصر كلها، ومصر كلها ما فيهاش جامع القمامة التقليديين زي في القاهرة الكبرى. فلكن بنبني النموذج القومي الوطني بناء على اللي تعلمناه من القاهرة كبرى ومن الجامعة القمامة التقليديين، فاحنا بنشكرهم فعلا لانهم هم ورونا ايه اللي ينفع مع المصريين. بس زي ما المشروع ده عمل وابرز، لازم نطور المنظومة التقليدية. ومن هنا جاءت اول فكرة للتطوير، وهي ازاي نكرم المهنة ونكرم اسلوب عمل الناس اللي هي صحتها تعرضت لسنوات، هي واسرها واطفالها والحريم في البيت، لاحوال صحية وغير أدمية لا يمكن إن احنا نقبلها في مصر أبداً، لا ليهم ولا لأي حد تاني يشتغل في المهنة دي. فمن تكريم المهنة والاستفادة العظمى والقصوى من المواد، قلنا يلا بينا نطلب من كل المصريين يشتركوا في المنظومة. وده اللي لازم نفهمه كلنا، إن ما كناش كلنا كمصريين نفهم إن احنا طرف في إنجاح منظومة النظافة هتفشل. لأنه زي ما أشار سيادة المحافظ، مش هينفع ان ربة البيت تنزل كل ما رايحة مشوار تاخد كيس في ايدها وتروح سايباها على السيف، مش هينفع. مش موضوع لازم تفصل منبع، لا، لازم تلتزم بانه في ميعاد للجامع وفي يوم وهو ده وبس. دي أول حاجة. الحاجة الثانية انه علشان نكرم اللي هيطلع السلم وينزل ويحط في المعدة، هنرمي في كيسين. ومحافظة القليوبية السباقة، وحقيقي نشكر انها المحافظة الأولى اللي هي طبقت المنظومة كاملة اللي احنا في وزارتنا بنسعى نطبقها على جمهورية مصر العربية كلها. في هذه المحافظة ابتدت تجربة فصل المنبع في حي متواضع، ما هواش لا زمالك ولا معادي ولا مصر الجديدة، والناس فصلت وحطت في كيسين، واللي بيجمع ما كانش جامع قمامة، كان من الحكومة من المحليات، وطلع وخد الحاجة في كيسين وحطها في المعدة مفصولة. ايه اللي عملته محافظة القليوبية؟ وفرت لهم حتى وسيلة، لأنها فهمت إنه المسافة الطويلة لازم تطلعها هتخليه يسيبها يا على الدائري يا تحت كوبري يا في الشارع. فالمحافظة وفرت عنصر مهم جدا للمحطة الوسيلة. وبعدين وفرت المشروع ده من خلال الشراكة الألمانية، نشكر شركائنا على إنهم أقاموا المرفق ده، والمفصول ده هيجي عشان العضوي يعاد تدويره وتصنيعه في الخط الجديد اللي هيفتتح، والمرفوضات هتيجي برضه تتجهز علشان مصانع الاسمنت. اذا المنظومه كلها لو نجحت في محافظه القليوبيه هتبقى هي النواه للجيزه والقاهره واسكندريه ومصر كلها. في الجيزه احنا بدانا في المكون الاول اللي هو بتاع الجامعه، بس المره دي كان مع جميع القمامه التقليديين. ايه المشكلة اللي واجهتنا لما اطلقنا المبادرة اول مرة؟ ودي لازم تفهموها يا جماعة القمامة التقليديين، الاشتباك اللي بينكم وبين المتعهدين مش سامح للمنظومة انها تنجح. لازم تفهموا انه يا كلكم هتغرقوا سوا يا كلكم هتنجحوا سوا. الاشتباك ادى الى ايه؟ ان المتعهد بيمضي العقد ولكن الجامع التقليدي بيأدي الخدمة. ما ينفعش كده، لازم اللي يمضي العقد هو المسؤول. فيا ريت يا متعهدين يا جماعه القمامه تفكوا الاشتباك وتقسموا المدينه، هي كبيره واسعه، قمامه كتيره، والمخلفات والمفروزات هتقضي مليون واحد مش انتوا بس. فالاشتباك ده في الجيزه خلانا لسه واحنا بقى في تاني مرحله التطوير مش متاكدين اذا كانوا هيعرفوا يتفاهموا مع بعض. الدقي، العجوزه، امبابه، هم الثلاثه خلاص مضوا العقود
بس كان لازم على المحلات تعمل حاجة صعبة جدا، تقعد على خريطة المدينة وتقسمها مناطق صغيرة، تغير العقد تخليه بسيط، تغير شروط العقد، وبدل ما هو كان عايز ضمان ربع مليون جنيه في البنك ولازم لودر ومعدة وعشية، اتخفضت كل الطلبات دي. تبقى عنصر مهم قوي، مين اللي هيراقب الأداء؟ لما كانت هيئات النظافة بتراقب لوحدها ما كانتش بتلحق، لما كانت الأحياء بتراقب ما كانتش بتعرف ازاي تراقب. فالنهارده تم التدريب في الجيزة المجتمع المدني مع المحليات مع هيئة النظافة، علشان هما الثلاث أطراف هيستخدموا أدوات تم تطويرها وهيطلعوا يراقبوا المنظومة في أدائها. المستثمرين عايزين يشتغلوا بالنظام اللي شافوه في 15 مايو، الناس كلها منبهرة من نظام 15 مايو. طيب لكن النظام ده ما هو مبني على انه فيه رسوم بوابة، مين اللي هيدفع رسوم بوابة؟ هنا كلنا كمصريين نرجع تاني ونقول دورنا في دفع رسوم، بس المصريين مش مستعدين يدفعوا الرسوم دلوقتي لانهم مش شايفين خدمة جاية. فروحنا احنا كحكومة وقلنا خلاص احنا في فترة تجريبية هنغطي احنا رسوم النظافة اللي المفروض المواطن يدفعها بس عشان يشوف، وبعد ما يشوف هنشرح له هي تكلفتها كام بالظبط القصة دي كلها. في بورسعيد بنعمل تجربة لموضوع الرسوم، حابة أقول لحضراتكم عليها. إذا نجحت ممكن نطبقها في المنوفية وفي بعض المناطق اللي هي مستوى الاقتصادي لا يستطيع أن يدفع رسوم فيها. إيه هي؟ في مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، أي واحد يعمل تعبئة أو تغليف، إزازة مية معدنية، كنز بتاع مشروبات، كرتونة، علبة، إزازة، أي واحد يعمل ده له مسؤولية على البيئة وعلى الحل. تم الاتفاق مع 7 شركات بينتجوا مواد تعبئة وتغليف، وده هندعي إن شاء الله 13 شركة أخرى، وهيبقى عندنا 20